الفنانة نجلاء فتحي لمحمد سلام: انت فخر للفن المصري. الفنانة المصرية نجلاء فتحي هي واحدة من الفنانات التي تزوجنا اكثر من مرة، لاختلاف الظروف وعدم التوافق بينها وبين ازواجها، فاخر زيجة كانت لها من الصحفي حمدي انديل الذي هو زوجها حتى اليوم. تزوجت الفنانة نجلاء فتحي للمرة الاولى من المهندس احمد عبد القدوس ابن الكاتب الراحل احسان عبد القدوس، وقد بلغت من العمر 18 عاما، علما بان الزواج كان سرا لرفض الاهل ولم تنجب منه اي اطفال. الزواج الثاني للفنانة نجلاء فتحي كان في 1973 واستمر 4 اعوام، وكان من المهندس صيف ابو النجا، وهو الشقيق الاكبر للفنان خالد ابو النجا، وانجبت منه ابنتها الوحيدة ياسمين. ياسمين دخلت مؤخرا عالم الفن على خطى والدتها الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي. تزوجت الفنانة نجلاء فتحي عام 1992 من الصحفي الكبير حمدي أنديل، وكان يشاركها حياتها ومرضها بعد أن أصيبت بمرض نادر وهو الصدفية المستعصية، وسافرت للعلاج بالخارج إلا أن الأمور لم تنجح كما اعتقدت. ارتبطت نجلاء فتحي بعلاقة قوية مع ابنتها ياسمين، فرغم انشغالها المستمر بأعمالها السينمائية وتحديدا في فترة السبعينيات، إلا أنها كانت تضع دائما ابنتها محط الاهتمام المستمر، كما كانت حريصة على كشف موقفها من مستقبل ابنتها، وتحديدا عند الرد على أسئلة وسائل الإعلام حول احتمالية دخول ياسمين عالم الفن. الفنانة نجلاء فتحي كشفت بشكل واضح في تصريحات سابقة أن مستقبل ابنتها لن تحسمه بعد، رغم تخطيطها المستمر له واهتمامها بكل تفاصيل حياتها ورفضها أن تنشغل عنها. وأشارت نجلاء إلى القرار الذي اتخذته بشأن هذا الأمر، وهو عدم فرض أي عمل على ابنتها، وإنها سوف تترك لها الحرية الكاملة في اختيار العمل الذي يناسب هواياتها ومواهبها، وأن ياسمين سوف تكتشف ذلك في المستقبل. أما كواليس اختيار الاسم الفني لنجلاء فتحي التي كانت تحمل اسم فاطمة الزهراء، فأكدت في لقاء أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اختار لها هذا الاسم عند بداية التحضيرات لمشروع سينمائي كان سوف يجمعهما، وفضل أن يطلق عليها هذا الاسم، لكن شاءت الظروف ألا يتم استكمال العمل فقررت الاحتفاظ باسمها الجديد. يذكر أن نجلاء فتحي من مواليد 1951 قدمت مجموعة شهيرة من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا على المستوى السينمائي، وأعادت تقديم بعض الأدوار في أفلام سابقة لفاتن حمامة على الشاشة الكبيرة، مما تسبب في زيادة شهرتها في فترة السبعينيات. كشف الفنان هاني سلامة عن سر اهتمامه بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه قرر اهتمام بإدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تخوفه من انتحال بعض الأشخاص لشخصيته، وأضاف أن أزمة جائحة كورونا جعلت الأمر أكثر أهمية بسبب عدم قدرة الفنانين على إجراء المقابلات الصحفية، وهو ما جعل تواصله مع الجمهور والإعلام يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قال الفنان هاني سلامة إن اهتمامه بالتواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي زاد خلال شهر مارس، حيث بدأ الحرص على إجراء جلسات تصوير، كما اكتشف متعة قراءة تعليقات متابعيه باستمرار لمعرفة آراءهم حول أعماله ومقابلاته الإعلامية والتي كانت تسعده. وكشف سلامة خلال اللقاء بعض من حياته الشخصية ومرحلة الطفولة، أبرزها كانت مواجهته لمشكلة طوال سنوات دراسته مع مدرسي مادة اللغة العربية، وأضاف الفنان إنه يشعر بوجود حظ سيء طوال فترة دراسته مع مدرسين مادة اللغة العربية على مدار سنوات دراسته، وقال إنه استمتع بدراسة الفيزياء على يد إحدى المعلمات التي كانت تجيد توصيل المعلومة بطريقة مناسبة للتلاميذ، إلى جانب اعتزازه بناظرة مدرسة سانت بول. أكد هاني سلامة إنه يرتبط بعلاقة صداقة مع 2 من زملاء المدرسة حتى الآن، مشيرا إلى إنه لا يمتلك الكثير من الأصدقاء بسبب تفضيله التواجد مع أشخاص متزنين يتحملوا المسؤولية، لكنه بطبعه لا يشارك أسراره مع أصدقائه، خاصة أن شخصيته لا تحتفظ بكثير من الأسرار. وأخيرا كشف الفنان هاني سلامة عن معاناته من اتهام البعض له بالغرور،
مؤكدا انه لا يعرف السبب وراء هذا الاتهام. وقال هاني سلامة: من الممكن ان يعتبرني البعض مغرورا بسبب هدوئي في اللقاءات الفنية. وعن كيفية تعامله مع الامر اوضح انه عانى في البداية ولكنه غير وجهة نظره بعد ذلك واكتشف الجانب الاخر الغرور وهو تحذير البعض من التعامل معه. اول ظهور لابنتين هاني سلامة الشابتين، من الاكثر شبها به؟ للمرة الاولى يظهر الفنان هاني سلامة مع ابنتيه في مناسبة عامة، حيث ظهر في مناسبة ترفيهية اقيمت بمصر بصحبة زوجته ابنتيه الشابتين مريم ومريكا خلال حضورهم حفل ترويجي لإحدى المؤسسات العقارية بمصر. هاني سلامة وأول ظهور ابنتيه مريم ومريكا. صورة هاني سلامة مع ابنتيه لفتت أنظار متابعيه وصدمت بعضهم أيضا، خاصة وأن عدد منهم لا زال في مخيلتهم أن ابنتي هاني لا زالتا في مرحلة الطفولة وليس الشباب. كذلك علق البعض على الشبه الواضح بينه وبين بناته مريم ومليكة، فيما رأى آخرون أن مليكة تشبه والدتها بريهان أكثر. ومن المعروف أن هاني سلامة وأسرته بعيدون تماما عن الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه من النادر أن يحضر هاني فعالية فنية أو مناسبة خاصة ببعض أصدقائه، فهو قليل الظهور دائما. حتى الظهور النادر في أي مناسبة فنية يكون بمفرده وليس برفقة أسرته. ومنذ زواجه من بريهان وهو حريص على اتباع هذه الطريقة وإبعاد أسرته عن أعين الكاميرات والحفاظ على خصوصياتهم دائما، حيث نجح في ذلك بشكل كبير ولم تنتشر لهم أي صور تجمعهم إلا بشكل نادر. الفنانة جيهان نصر ترند مصر، ظهور نادر بعد الاعتزال سر ابتعادها عن الفن وقصة مهرها الخرافي من زوجها الملياردير سعود الشربطلي. احتلت الفنانة المعتزلة جيهان نصر ترند محرك البحث الشهير جوجل في مصر عقب ظهورها الأخير بعد غياب دام 23 عاما منذ اعتزالها الفن إثر زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربطلي. ظهرت جيهان نصر في عرض مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخراني بمسرح في إحدى المولات بالتجمع الخامس ومعها أبناؤها، والتقط صورا تذكارية مع الفنانة هبة مجدي. ولدت الفنانة جيهان نصر في 11 مايو عام 1966، حصلت على بكالوريوس رياض الأطفال. بدأت طريقها من خلال الإعلانات ثم انتبه إليها التلفزيون فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات. اشتهرت في دورها بمسلسل المال والبنون الجزء الثاني، وفي المسرح لعبت البطولة في أنا والنظام وهواك والمحظوظ وأنا مع الفنان القدير الراحل سمير غانم. من هو سعود شربطلي؟ هو شاعر غنائي ورجل أعمال سعودي من عائلة الشربطلي الشهيرة في المملكة. حصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة إدارة أعمال، ثم حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة كامبرديج البريطانية. يمتلك موهبة الشعر فكتب أغاني لأشهر المطربين في الوطن العربي ولمع اسمه في مجال التأليف الغنائي. تعرف سعود على جيهان نصر عندما شاهدها خلال عرض مسرحية المحظوظ وأنا بطولة سمير غانم في بيروت عام 1977 وتقدم لخطبتها. اشترط رجل الأعمال السعودي على الفنانة أن تترك الفن وترتدي الحجاب وتتفرغ لإدارة شؤون المنزل، وبالفعل اعتزلت عام 1998 وهي في قمة مجدها.